بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض آخر شابتر أو آخر شابترين في مقرر الهيدروليكا هيدروليكس 2. آخر 2 شابترز دول اللي هما شابتر 9 و10 اللي هو Dimensional Analysis and Hydraulic Similarity. طبعا اخر حاجه كانت اخر محاضره كان على الجرادوالي فاريد فلو، وخدنا مساله سولفد بروبلم موجوده في الليكتشر نوت بتاعتي. النهارده بنكمل مع بعض شابتر 9 و10 اللي هم اخر شابترين، عنوانهم دايمنشنال اناليسيز اند هيدروليك سيميلاريتي. التو شابترز دول يمكن يكونوا يعني مش ريليتد قوي للاوبن شانل، ولكنهم مهمين جدا في الهيدروليكس بصفه عامه. الليكتشر نوت بتاعتي التو شابترز دول نازلين بي دي اف على التيمز، وانا دلوقتي في المحاضره ديت بسجلها لكم من نفس الليكتشر نوتس اللي انا منزلها لكم. ده الكفر بيج، وهنا الكونتنت بتاع الشابتر 9 دايمنشنال اناليسيز، والشابتر 10 اللي هو الهيدروليك سيميلاريتي اند هيدروليك موديل. الحقيقه في الشابترين دول هنتعلم حاجه مهمه جدا، ويمكن كمان اللي احنا هنتعلمه النهارده مش بس في الهيدروليكس، اهميته كبيره جدا بصفه عامه في مقررات كثيره، ومهمه جدا في الديزاين، مهمه جدا لما نيجي نعمل ريسيرش، ومهمه جدا لما نيجي نعمل موديل لحاجه كبيره اللي هي بيسموها البروتوتايب. خلينا نبدا دلوقتي مع بعض في شابتر 9. عنوان شابتر 9 Dimensional Analysis and Hydraulic Similarity. ايه هو الدايمنشنز؟ دايمنشنز الدايمنشنز مقصود بيها انه في عندنا ثلاث انواع من الدايمنشنز ممكن نستخدمهم لتعريف اي كوانتيتي. اي كوانتيتي ممكن نعرفها بانه هي تحتوي على حاجه من الثلاثه دول، او تحتوي على الثلاثه مع بعض. حاجه ريليتد للفورس اللي هي بنرمز لها بالرمز اف، حاجه ريليتد للدايمنشن او لللينث او للسايز وبنرمز لها بالرمز ال، وحاجه ريليتد للتايم وبنرمز لها بالرمز تي. ممكن يكون النظام بتاعنا شغال على الفورس واللينث والتايم، فبيكون الدايمنشنز هنا اف وال وتي. اذا كان السيستم بتاعنا بيعتمد على ماس، يبقى في هذه الحالة هنستبدل الفورس بالماس وهيبقى الرمز بتاعها M. كلها دايمنشنز دي كابيتال، فهيكون النظام بتاع الماس هو M و L و T اللي هو بيرمز للماس واللينث والطول. أي كوانتيتي ممكن نعرفها بحاجة من التلاتة، أو اتنين منهم أو تلاتة منهم. فمثلا على سبيل المثال البريشر اللي هو بي، البريشر بنعرفه بأنه هو فورس على اريا، يعني اف على اي، وفي هذه الحالة الفورس بنديها الرمز الاف، والاريا اللي هي كابيتال اي بنديها رمز دايمنشن ال في ال، يعني ال سكوير. يبقى في هذه الحالة ممكن نقول انه الكوانتيتي بتاعت البريشر دي هي عبارة عن اف ال ماينس 2، يعني اف على ال سكوير. الاف هي ترمز للفورس، والال سكوير ترمز للاريا، وطبعا الاريا هتكون هي عبارة عن 2 دايمنشنز مضروبين في بعض، كل دايمنشن منهم عبارة عن ال، فيبقى اف ال ماينس 2. طيب الفيلوسيتي، الفيلوسيتي هي عبارة عن لينث على تايم، يعني ال اوفر تي، يعني ال تي ماينس 1. أظن بسيطة جدا. طيب الفي سكوير اوفر 2 جي، الفي سكوير اوفر 2 جي
هي عبارة عن velocity square على 2 تايمز عجلة الجاذبية g. ال v square اللي هي l square t minus 2 l t minus 1 square، يبقى l square t minus 2 مقسومة على عجلة الجاذبية اللي هي l t minus 2. يعني معنى كده انه لما نشيل او لما نختصر ال t minus 2 هتروح مع بعضها فوق وتحت، وال l سكوير على l يطلع لنا l. يبقى معنى كده انه ال v سكوير over 2g الدايمنشن بتاعتها هي l. يعني ايه الدايمنشن بتاعتها هي l؟ يعني هي عبارة عن حاجة can be measured as a length أو a height، فتأخذ الرمز L. وهكذا أي quantity ممكن إن احنا نعرفها بواحدة من 3 dimensions أو 2 أو التلاتة مع بعض. طيب ال P over gamma، ال P over gamma عبارة عن pressure على unit weight، فالبريشر F over L square، والجاما اللي هي F over L cube. فلما نختصر الفوق واللي تحت يفضل لنا هنا dimension L. يبقى البي على جاما can be defined as a length أو a height، يعني L. طيب هل في كميات ممكن ما يكونش فيها لا الاف ولا ال ولا التي؟ ممكن، زي مثلا رينولدز نمبر. رينولدز نمبر اللي هو في في دي على نيو، في في دي على نيو. لو جينا عوضنا عن كل كوانتيتي بالدايمنشن بتاعتها ونشوف في الاخر هيفضل ايه، الفي ال تي ماينس 1 والديامتر الدايمنشن بتاعته L، والنيو النيو هي اللي هي كينماتيك فيسكوسيتي. الكينماتيك فيسكوسيتي دي بنرمز لها بالرمز L سكوير T ماينس 1، ودي من قبل كده عرفناها في هيدروليكس 1. الكينماتيك فيسكوسيتي دي اللي هي دايناميك فيسكوسيتي على رو. فالنيو الدايمنشن بتاعتها معروفة اللي هي L سكوير T ماينس 1. لو اختصرنا الكلام ده فوق وتحت بنشوف انه في L سكوير فوق و L سكوير تحت راحوا مع بعض، و T ماينس 1 فوق و T ماينس 1 تحت راحوا مع بعض، يبقى الدايمنشن 1. الدايمنشن 1 means dimensionless، يعني الكوانتيتي V في دي على نيو is dimensionless، يعني ليست لها أبعاد أو ليست لها وحدات. ليه؟ لأنه هي عبارة عن quantity لا يمكن قياسه بdimension معين، لكن هو يطلع number absolute number. فأي quantity يطلع أن dimension بتاعتها واحد يبقى دي we can call it dimensionless quantity. آخر quantity هنا مثلا Q. الـ Q عبارة عن هنا في خطأ في الكتاب أو في النوت، هي عبارة عن L cube T minus 1. L cube T minus 1. هنا برضو دي فيها mistake، فهنا هتبقى دي عبارة عن L كيوب، L كيوب T minus 1. ده اللي هو التصحيح بتاع يبقى دي كمان هنا هو نفس الشيء L كيوب T minus 1. فده تصحيح. طيب ايه اهميه الدايمنشنال اناليسيس بقى؟
يعني أنا دلوقتي لو عندي الكميات اللي هي كل كمية منهم can be defined by a dimension. لو أنا عندي بقى مجموعة من الكميات دي، فممكن إن أنا أستخدم حاجة اسمها dimensional analysis عشان أعرف كمية معينة من الكميات دي اليونت بتاعتها ايه او الدايمنشن بتاعتها ايه. فالدايمنشن اناليسيس it is used to relate a mean variable y to not more than three secondary variables x1 x2 x3. The relation is given as يعني y هنا اللي هي المين variable is a function of three parameters أو three quantities أو three secondary variables x1, x2, x3. الـ equation دي كده هو لما بتكتب بهذا الشكل معناها إن أنا في عندي main variable y depends على ثلاثة variables x1 وx2 وx3. هذه الفورم ممكن أكتبها إنه الـ y بتساوي function معين، والفانكشن ده ممكن يكون نسميه f، ممكن نسميه k، وبتوين براكتس x1 x2 x3. الفورمة دي ممكن نكتبها بطريقة كمان فيها engineering sense. ممكن أقول إن ال y بتساوي sum constant k times x1 to the power a times x2 to the power b times x3 to the power c. الفورمة دي معناها ان انا بخلي الفاريابلز دول ثلاثة كأن هم مضروبين في بعض، بس كل واحد منهم واخد باور مختلفة عن التاني، a و b و c. طب حد يقول لي ايه ال a وال b وال c؟ ال a وال b وال c دول constants اللي هم الباور بتاع كل اكس. طيب الباور دول A و B و C هل اقدر احسبهم؟ من خلال الدايمنشنال اناليسيس ممكن احسب الباور A و B و C. The power A, B and C are estimated by using three equations. One of the power of M, the second for the power of L, and the third for the power of t. طبعا عشان الكلام ده يتضح هناخد solved problem. السولفد بروبلم هنا هتبقى شبه ال relation دي. يعني في السولفد بروبلم احنا هيبقى عندنا مين فاكتور y، وهيبقى عندنا مجموعه من السكندري فاكتورز x1 وx2 وx3، وهنحاول ان احنا نحط المين فاكتور في الليفت سايد والثري secondary factors في ال right side، والثلاثة كل واحد منهم مرفوع لباور A و B و C، ونحاول نشوف ازاي نحسب ال A وال B وال C دول عشان نقدر نعرف شكل relationship بين ال Y وال secondary parameters X1 وX2 وX3. ال example 1 هنا بيقول لي ايه؟ derive a relationship to relate the discharge Q، ادي المين فاكتور اهو او المين فاريبل اهو، تو ذا density اوف فلو رو، ادي اول سكندري بارامتر، بريشر ديفرنس دلتا بي ده سكند، ده ثاني سكندري بارامتر، و اند ذا diameter اوف ذا بايب دي. ذا ريليشن شيب كان بي ريتن از ذا فولوينج. كيو اللي هو المين بارامتر is function of three parameters rho و delta p و d. ثلاثة parameters دول اللي هم يعتبروا secondary parameters أو secondary variables. أنا هنا عايز أعرف ال q إزاي بتتغير مع الثلاثة parameters دول، مع ال rho ومع ال delta p ومع ال d. هو ده الهدف من ال dimension analysis اللي احنا هنعمله دلوقتي.
هنحاول نفهم الريليشن بتوين الكيو اللي هو المين باراميتر ازاي بتتاثر مع تاثر الفاريابلز او السكندري فاريابلز اللي هي رو ودلتا بي ودي. فهنحط الريليشن دي على الشكل كيو كابيتال تساوي كي، وكي هنا كونستانت او كي 1 اي فاكتور او اي كونستانت سوري اي كونستانت تايمز اي تايمز تايمز رو باور اي تايمز دلتا بي باور بي تايمز دي باور سي. يبقى انا هنا خدت المين بارامتر كابيتال كيو حطيته في الليفت سايد، والسكندري فاريابلز اللي هم رو هتبقى باور اي ودلتا بي هتبقى باور دي والدي هتبقى باور سي والكي طبعا اللي هو الكونستانت. الشغل اللي انا هعمله دلوقتي هو ازاي هنحسب الاي والبي والسي عشان افهم الرو لما تتغير ازاي هتاثر على الكيو. هل التغير هيبقى تناسب طردي ولا عكسي، شكله ايه من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية هيبان في الباور. فحبدا أشوف طيب كل كوانتيتي لها دايمنشن، الكيو دايمنشن بتاعتها إيه؟ ال كيوب تي ماينس 1 دي اللي إحنا صححناها من شوية. كيوب تساوي ال كيوب اللي هو فوليوم على تايم. طيب الرو اللي هي ماس ام ال ماينس 3 ماس على فوليوم الرو. طيب الدلتا بي FL minus T FL minus 2 FL minus 2 اللي هي فورس على الاريا FL minus 2 الدي اللي هي equal to L equal to L يعني ايه؟ يعني الدايمنشن بتاعتها دايمنشن بتاعت طول او دايمنشن بتاعت لينث. وكي اللي هو constant وليس له دايمنشن، الكي دايمنشن بتاعته 1 يعني dimensionless. طيب يبقى أنا دلوقتي لما أخد المين بارامتر كيو، المين بارامتر كيو الدايمنشن بتاعته إيه؟ ال كيوب تي ماينس 1. يعني هشيل بقى الكيو وحط الدايمنشن بتاعتها، هشيل الرو وحط الدايمنشن بتاعتها، شيل الدلتا بي وحط الدايمنشن بتاعتها، هشيل الدي وحط الدايمنشن بتاعتها. وهيبقى الأنون بتاعتي هي التلاتة A وB وC زي ما أنتم شايفينه. المين بارامتر كيو الدايمنشن بتاعته ال كيوب تي ماينس 1. طيب الكي الدايمنشن بتاعته 1. طيب الرو ام ال ماينس 3 وكل ده مرفوع للباور اي. طيب الدلتا بي اف ال ماينس 2 مرفوعين الكلام ده لباور بي. طيب والدي الدايمنشن بتاعتها ال مرفوعه للباور سي. يبقى شوف هنا كل ده كل ده البارامتر الاولاني to the power A وده البارامتر الثاني to the power B وده البارامتر الثالث to the power C. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اللي هيحصل ان احنا عايزين نحسب الباور A و B و C. هنحسب الباور دي ازاي؟ ما هو انت عندك هنا هو على الشمال هيكون عندك مثلا L كيوب. طيب ال L كيوب دي معناها L مرفوعة لباور 3. طب ما تشوف كل الالات اللي هنا على الـ على الـ على الرايت سايد. الالات اللي هنا على الرايت سايد دي الباور بتاعها شكله ايه؟ وتخلي ايه التلاتة ايكوال للباور بتاع اللي على الرايت سايد. وطبعا هنا يعني عشان برضو يبقى شغلنا في هوموجينيوس يعني هوموجينيتي في الشغل بتاعنا، احنا دلوقتي عندنا هنا ظهر الاف وظهر ال. احنا المفروض نبقى شغالين على سيستم واحد، يا اما السيستم كله بالام يا اما السيستم كله بالاف. فعشان الكلام ده يكون شغلنا كله متجانس مع بعضه يبقى هشيل الاف ممكن واحطها ام ال تي ماينس 1 اللي هي ايه؟ الاف بتساوي الماس في الاكسلريشن. الماس اللي هي الام والاكسلريشن اللي هي ال تي ماينس 2. يبقى كل اف بشيلها واحطها ام ال ماينس 2.
يبقى تعالى بقى نشوف ادي الكيو ال كيوب تي ماينس 1 وبعدين ال ام ال ام ال ماينس 3 تو ذا باور اي. مفيش فيها جديد، الاف هنا هشيلها واحطها ام ال تي ماينس 2 وهي اوريدي مضروبه في ال تو ذا باور ماينس 2 وكل ده باور بي وهكذا. يبقى انا كده في الستيب دي كل الحاجه الجديده اللي انا عملتها ان انا بس شلت الاف وحطيتها بما يكافئها اللي هي فورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، اف بتساوي ام ال تي ماينس 2. كده دلوقتي اقدر بقى اقدر اجمع الباور في الطرف اليمين والطرف الشمال. الطرف اللي الطرف الشمال ما فيهوش ام، الطرف الشمال ما فيهوش ام، يعني الام بتاعته تو ذا باور زيرو. شوف الحته دي الباور هنا بتاع الام زيرو، لان هو فعلا الكيوب تي ماينس 1 هو ما فيهوش ام. انا ممكن احطها ام باور زيرو ال كيوب تي ماينس 1، ما عملتش حاجه لان الام باور زيرو بواحد، بس انا هستغل ان هنا في الباور بتاع الام زيرو عشان اشوف الباور بتاع الام في الطرف اليمين شكله ايه. اجمع بقى الام، الام هنا في باور اي وهنا ام باور بي ومفيش غيرها، يبقى هنا التجميع دي بتديني ام باور اي بلس بي. طيب ال 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 هنا ماينس 3 باور اي و ال هنا ماينس 2 باور بي، يبقى ال ال هنا هو عباره عن ماينس 3 اي ماينس 3 A وبعدين هنا في L و L minus 2 يعني L minus 1، يبقى L minus 1 power B يبقى minus B وبعدين هنا L power C. يبقى أنا عندي هنا ال L بتاعتي هي عبارة عن power minus 3 A minus b plus c. ليه؟ لان انا لما باخد حاجتين مضروبين في بعض والحاجه دي يعني ال ال باور minus 3 a مضروبه في ال ال minus 1 b، يبقى في الحاله دي بحط ال ال واخد الباور اجمعهم على بعض، يبقى minus 3 a minus 1b plus c. فاهمين الستيب دي؟ ان انا بحاول اخلي الام واجمع كل الباور بتاعتها والال واجمع كل الباور بتاعتها والتي، التي هنا مع عندي هنا minus 2 2b ومفيش غيرها. يبقى هذه الايكويشن، هذه الايكويشن هي بعد تجميع الباور بتاع الام والباور بتاع ال والباور بتاع التي، يفضل هنا يعني بقى دلوقتي عندنا على الطرف اليمين في ام وال وتي وعلى الطرف الشمال في ام وال وتي. اكيد عشان الاثنين دول يبقوا ايكوال لازم الباور بتاعهم يبقى ايكوال، يعني ام باور 0 وهنا ام باور a بلس b، يبقى لازم ال a بلس b تساوي 0. ادي اول ايكويشن. شوف هنا الايكويشنز اللي احنا هنعملها عشان نطلع الانون الثلاثه a و b و c، عشان دول ثلاثه انون يبقى محتاجين ثلاثه ايكويشن. يبقى هنا اهوت a بلس b، a بلس b اهي ايكوال 0 ده. ادي اول ايكويشن. طيب الايكويشن الثانيه بتاعت ال ال، يبقى ال ال كيوب ادي الثلاثه
وهنا ماينس 3 ماينس بي بلس سي ماينس 3 ماينس بي بلس سي ده ايكوال 3. ادي المعادله الثانيه. المعادله الثالثه بتاعت الايه؟ التي اللي هي ماينس ال1 اهي، ادي الماينس ال1، وهنا عندي ماينس 2 بي يبقى ايكوال ماينس 1. يبقى انا عندي هنا 3، ناخد بالنا بقى دول 3 ايكويشنز فيهم 3 انونز، 3 ايكويشنز فيهم ايه؟ 3 انون. الثلاثه انون دول اللي هم الاي والبي والسي. يبقى المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نعرف ازاي نحل الثلاثه دول مع بعض، ثلاث معادلات في ثلاثه مجاهيل. You can solve three equations in three unknowns. فممكن ان انا اقول مثلا شوف اخر واحده فيهم، اخر واحده فيهم تعتبر هي اخر واحده فيهم على طول البي، البي على طول بتساوي ايه؟ بتساوي 0.5. ده اول حاجه على طول ممكن اعملها، البي بتساوي 0.5 خلاص، ادي اول حاجه. طيب بعد ما جبت البي، ما انا دايما ادور على اسهل معادله او اسهل حاجه ممكن اطلع منها النون مثلا. فاسهل حاجه هنا ان انا اخد المعادله الاخرانيه دي، دي بتساوي 0.5. طيب والاي بلس بي هتكون دي تاني معادله بتساوي 0، يبقى لازم البي بتساوي ايه؟ يبقى اذا كان البي بتساوي 0.5 يبقى الاي بتساوي ماينس 0.5 عشان المجموع يساوي 0. ويبقى المعادله الاخرانيه هي تعويض في المعادله الثانيه. المعادله الثانيه دي عندي الاي والبي اصبحوا معروفين، يبقى السي هي الانون الوحيد. نقدر نحسب السي، نقدر نحسب السي، يبقى ماينس 3 اي يعني 1.5 ماينس بي اللي هي ماينس نص، يعني 1.5 ماينس نص يساوي 1، يبقى السي بتساوي 3 ماينس 1 تساوي 2. يبقى الحل بتاعنا انه الاي بتساوي ماينس نص، والبي بتساوي بلس نص، والسي بتساوي 2. دلوقتي اصبح عندنا الايكويشن، هنحاول ان احنا بقى نحطها في الباور اللي احنا طلعناها دي، لان احنا كنا قايلين ايه؟ كنا قايلين الكيو بتساوي كي 1 في رو باور A، هنشيل الA ونحطها ماينس نص، والدلتا P باور B هنشيل الB ونحطها نص، والD باور C هنشيل الC ونحطها 2. أصبحت هذه الإيكويشن لها شكل مختلف عن ما سبق. ليه؟ لأن أنا دلوقتي فهمت إن الباور دي اللي أنا طلعتها عشان تبقى الرايت والليفت سايد هوموجينيوس مع بعض، واليونتس بتاعتهم واحده، الدايمنشنز بتاعتهم تبقى ايكوال، فاقدر دلوقتي اعرف شكل الريليشن اللي هي بتجمع المين بارامتر كيو مع السكندري بارامترز دلتا او رو ودلتا بي ودي. ممكن بقى تكتب الايكويشن دي في اكتر من فور، يعني ممكن حد يقول ايه؟ طيب الدلتا بي باور نص والرو باور ماينس نص، طيب ما انا اخليها دلتا بي على رو تحت الايه؟ تحت الروت، صح؟ حلو قوي، ليه لا؟ يعني ده الشكل، انت بقى تلعب في الفورمه دي باشكال مختلفه، تقعد تعمل فيها اشكال مختلفه عشان تحاول تخليها لها اي انجينيرنج سنس انت عايزه. فممكن حد يقول لي هشيل الدلتا بي على الدلتا بي واقسمها على الرو، والاثنين دول تحت الجذر تحت الروت، ويبقى ده فورم، والدي سكوير موجوده زي ما هي. واخدين بالكم؟ ممكن حد يقول طيب انا ممكن اشيل الدلتا بي واحطها بقى بدلاله حاجه ثانيه، زي ايه؟ زي جاما دلتا اتش مثلا. يعني دي بقت
خلاص كده انا دلوقتي المطلوب اللي انا عايز اوصل له كده يعتبر انتهى. انما في اي بحث علمي بقى ممكن انت تلعب في الفورمه دي باشكال مختلفه. الاشكال المختلفه دي كلها كل واحد في مجال البحث بتاعه ممكن يطلع فورمه مختلفه عن التالي. الفورمه دي بتاخد اشكال مختلفه عشان الموضوع اللي انا ببحث فيه او اللي انا بعمله اي بحاول ان انا ادرس الريليشن بتوين مين بارامتر وسكندري بارامتر. فيبقى هنا هو اللي احنا عملناه هنا ان احنا استفدنا من فكره الدايمنشن، استفدنا من فكره الدايمنشن بان احنا عرفنا يعني ايه دايمنشن بتاعه الكوانتيتي، وقدرنا ان احنا نستخدم الدايمنشن اناليسيز هنا في ان انا اعرف شكل ريليشن شيب اللي بتجمع مين بارامتر مع سكندري بارامترز. يعني الكلام ده له فيزيكال مينينج مهم. دلوقتي هنا معناها ان الكيو اللي هو المين بارامتر ده بيتناسب مع الدي سكوير. الدي سكوير دي يعني كانها عباره عن الاريا، يعني معناها حاجه لها علاقه بالاريا. كمان هو هنا طرديا الكيو بتتغير مع الدلتا بي، لكن عكسيا مع الرو، عكسيا مع الرو مش طرديا مع الرو. فدي شكل من الاشكال اللي هو بيدينا مين بارامتر كيو مع سكندري بارامترز. طيب لو البارامترز اللي هنا دلوقتي هم اكتر من ثلاثة، يعني الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 والاكس 4، دي كده دلوقتي هيبقى عندنا في كام انون؟ لما انا اقول لك لو واي اللي هو مين بارامتر is function of x1 و x2 و x3 و x4، يعني x1 x2 x3 x4، معناها ان انا هنا لما اجي هحط الفورمه دي في الـ الشكل بتاع الواي بتساوي k x1 to the power a x2 to the power b x3 to the power c x4 to the power d، ظهر عندي هنا كام باور؟ 4 باور. ليه؟ لان هم 4 سكندري بارامترز، 4 سكندري فاريبلز، 4 سكندري فاريبلز كل فاريبل منهم محتاج باور لوحده، فيبقى كده عندي 4 باور. طب ال 4 باور دول يعني محتاجين ايه؟ 4 ال 4 باور محتاجين 4 ايكويشنز. طب انا هجيب ال 4 ايكويشنز ازاي؟ طب انا ما عنديش الا ثلاثة ايكويشنز. ليه؟ لانه انا ما عنديش الا ثلاثة دايمنشن. ما هو الباور بتاع الام ادي ايكويشن، الباور بتاع ال ادي ايكويشن، الباور بتاع التي ادي ايكويشن. فال دايما انا عندي ثلاثة ايكويشنز، لكن ممكن البروبلم نفسها يبقى فيها more than three unknown. يعني لو انا عندي three unknowns وعندي ثلاثة مين equations، يبقى هو ده اللي انا عملته في الـ dimension analysis symbol هنا. اللي انا عملته في الـ dimension analysis symbol ده ان انا كان عندي ثلاثة variables يعني ثلاثة power وعندي ثلاثة equations، حليت الثلاثة equations مع بعض وجبت الثلاثة باور اللي هم ثلاثة أنون. إنما لو زادوا الباور عن ثلاثة هنا مضطر ألجأ لطريقة مختلفة. الطريقة هنا اسمها باكنجهام ثيري أو نظرية باكنجهام. هذه النظرية محتاجة مننا إن احنا نكون دايمنشنال أناليسيز بطريقة مختلفة شوية. الطريقة المختلفة هنا ان انا في كل مرة لازم يكون عندي ثلاثة unknowns فقط. ثلاثة unknowns فقط. الثلاثة unknowns دول هما اللي هما نقدر نجيبهم عن طريق 3 equation. لكن اكتر من كده مش هنقدر. طبعا عشان نطبق نظرية باكنجهام دي
الطريقة اللي هي بتاعت باكنجهام دي أهميتها لما يكون الـ secondary variables أكتر من ثلاثة. لما يكون الـ secondary variables أكتر من ثلاثة بلجأ للطريقة دي اللي هي باكنجهام فيل أو نظرية باكنجهام. فدي إن شاء الله هتتشرح لكم في مسائل اللي هي هتتصور فيديو مع المعيدين، لأن دي يعني ما تتحلش نظري، دي لازم تتحل في مسائل. فيبقى الكلام ده هينزل لكم في مسائل solved problem في مع المعيدين. طيب دلوقتي هننتقل إلى الشابتر 10 اللي هو آخر شابتر عندنا في هذا الترم، اللي هو هيدروليك سيميلاريتي اند هيدروليك موديل. الشابتر ده مهم جدا جدا، وبرضو أهميته مش بس في الهيدروليكس، هو له أهمية في مجالات متعددة. كل المجالات اللي احنا ممكن نفكر فيها نعمل نموذج، نعمل موديل، هذا الموضوع بيهمنا جدا. دايما فكرة السيميلاريتي ان احنا نعمل تشابه، فكرة الهيدروليك موديلنج ان انا بعمل موديل وعايز الموديل ده يبقى متشابه مع الاصل. فايه هي المتطلبات اللي بتخلي هذا النموذج يبقى متشابه مع الاصل؟ فاحنا هنا بنقول البروتوتايب. البروتوتايب ده اللي هو الاصل. It is a full scale structure. For example, a dam, a lock, or a regulator. Dam اللي هو السد، او ممكن lock اللي هو الهويس، او ممكن regulator اللي هو احد المنشآت اللي بتنظم حركة المية. طيب اللوك البروتوتايب ده اللي هو الشكل بتاعه حاجه كبيره كده، ده البروتوتايب، ده الاصل، ده الاصل اللي انا دايما بحاول اعمل له دراسه. وعشان ما اقدرش اعمل الدراسه مباشره على الاصل، او بيكون الاصل لسه مش موجود، فانا بضطر اعمل نموذج. النموذج ده اللي هو الموديل. يبقى الموديل هنا it is a small size representation of the prototype structure. It is a small size representation of the prototype structure. بيبقى الموديل هنا عبارة عن حاجة مصغرة وتمثل الأصل، لكن ده اللي احنا بنعمل له دراسة. ولما بنشوف الدراسة ديت بيحصل ايه في النموذج اللي هو الموديل، بنقدر نتوقع ايه اللي ممكن يحصل في البروتوتايب اللي هو الأصل. إذن الشابتر ده أهميته في إن إحنا إزاي نعمل محاكاة لحاجة كبيرة بحاجة صغيرة في المعمل. وطبعاً ممكن الكلام ده أو المحاكاة دي تتعمل، ممكن تتعمل ماثماتيكالي على الكمبيوتر، أو يتعمل زي نوميريكال موديل على الكمبيوتر، وممكن تتعمل في اللاب بفيزيكال موديل. نوميريكال موديل محتاج تكنيك معين، ومحتاج سوفت وير معين، وممكن في امكانيه ان احنا نعمله لحالات كثيره جدا. لكن دايما بيهمنا ان احنا كمان ما ننساش ان ممكن انه الفيزيكال موديل يكون افضل، يكون ادق، يكون بيدينا حاجات الماثماتيكال موديل او النيوميريكال موديل ما بيبينهاش بدقه. أفضل شيء إن أنا أعمل physical model وأعمل mathematical model أو numerical model وأعمل comparison. mathematical model أو numerical model هو شغل على الكمبيوتر، تكلفته مش كبيرة. physical model تكلفته كبيرة جدا. إذا كان عندي إمكانية إن أنا أعمل mathematical model، أعمل عدة mathematical models، 5-6 ماثماتيكال مودلز بباوندري كونديشنز مختلفة، يعني احط قيود من عندي، احط اسامبشنز من عندي. كل الماثماتيكال مودلز دي ممكن ان انا اطلع منهم بواحد او اتنين بالكتير
هم دول اللي ممكن يكونوا بالنسبة للديزاينر هم أفضل شيء. وناخد واحد أو اتنين ونعمل لهم موديل فيزيكال موديل، ونعمل بقى التجارب المعملية. طيب إزاي أعمل الكومبليت سيميلاريتي؟ كومبليت سيميلاريتي يعني إيه؟ كومبليت سيميلاريتي اللي هو التشابه الكامل. تشابه الكامل كومبليت سيميلاريتي بتوين بروتوتايب اللي هو الأصل أند موديل مينز ذا فولوينج. يعني معناها إن أنا هعمل جيومتريكال سيميلاريتي، هعمل كاينماتيك سيميلاريتي، هعمل دايناميك سيميلاريتي. دول ثلاثة سيميلاريتيز مختلفين عشان أوصل للكومبليت سيميلاريتي. سيميلاريتي الأولاني مرتبط بالشكل، جيومتريكال سيميلاريتي. التشابه الثاني اللي هو كاينماتيك سيميلاريتي، مرتبط بالتايم والسرعة والكلام من ده. دايناميك سيميلاريتي اللي هو مرتبط بالسيميلاريتي الخاصة بالقوة والأشكال المختلفة من المؤثرات. طيب أول نوع من السيميلاريتي اللي هو جيومتريكال سيميلاريتي. هنا أنا عايز لما آجي أقول إن أنا عندي بروتوتايب اللينث بتاعه أو الفاكتور اللي هو بيمثل الطول مثلا بتاع البروتوتايب أو أي دايمنشن في البروتوتايب بيرمز إليه بالرمز LP. يبقى LP هنا هو عبارة عن حاجة بتعبر عن اللينث في البروتوتايب. طب المشابه له في الموديل هو ايه؟ LM. يبقى LM هو البعد الـ بتاع النموذج المشابه للبعد بتاع البروتوتايب. يبقى LP ده length in the prototype و LM length in the model. لو خدت الاثنين على بعض LP على LM ده بيسموه السكيل ريشيو او اللينث ريشيو. اللينث ريشيو ده اللي هو قد ايه مقياس المحاكاة، مقياس المحاكاة اللي انا بعمل بيه. يعني مثلا لو انا عندي ال LP ب 100 وانا خدت ال LM ب 10، يبقى السكيل بتاع المحاكاة هو عبارة عن 100 على 10، يعني 10. يعني انا عملت مقياس 1 ل 10 أو 10 لـ1، مفهومة إنه الكبير هو الأصل البروتوتايب والصغير هو الموديل. إذا أنا عملت كده يبقى اللينث ريشيو اسمه LR، هو عبارة عن LP على LM. P اللي هي ترمز للبروتوتايب وM ترمز للموديل. طيب يبقى الأريا ريشيو هنا إيه؟ الأريا ريشيو هنا هتبقى هي عبارة عن LR سكوير. LR سكوير. LR هو اللينث ريشيو. الاريا بتاعت الريشيو هي عبارة عن الاريا بتاعت البروتوتايب على الاريا بتاعت الموديل. يبقى الـ AR هي عبارة عن الـ AP على AM. دي ايكوال الـ LR سكوير. طيب الفوليوم ريشيو. الفوليوم ريشيو معناها ان فوليوم في البروتوتايب VP على الفوليوم في الموديل VM. طيب الفوليوم ريشيو هو عبارة عن LR كيوب. LR خلينا هنا هوت نبقى متفقين ان دي الفوليوم كابيتال V. كابيتال V هي عبارة عن VR، عبارة عن الفوليوم ريشيو، عبارة عن ثلاث دايمنشنز مضروبين في بعض، يعني L كيوب LR كيوب. طيب ده بالنسبة ل الجيومتريك سيميلاريتي. الكاينماتيك سيميلاريتي، الكاينماتيك سيميلاريتي معناها ان انا هعمل تشابه كاينماتيكي. يعني هنا لازم يكون في الفيلوسيتيز والاكسلريشنز فيهم تشابه. يعني لما اقول الفيلوسيتي ريشيو، الفيلوسيتي ريشيو الفي ار هي عباره عن الفي ار بتاعت الفي بي بتاعت البروتوتايب على الفي ام. يعني هنا الفي ار هي عبارة عن الفيلوسيتي بتاعت البروتوتايب على الفيلوسيتي بتاعت الموديل، ودي تطلع ال ار تي ماينس 1، ال ار تي ار ماينس 1. يبقى هنا ده الفي ار اللي هي الفيلوسيتي ريشيو. الاكسلريشن ريشيو هي عبارة عن الاكسلريشن في الاصل على الاكسلريشن في الموديل اللي هي ال ار تي
تي ار ماينس 2 acceleration. يبقى هنا لازم يحصل تشابه بين السرعات، لازم يحصل تشابه بين العجلات او الاكسلريشن، ده بيسموه كاينماتيك سيميلاريتي. طيب السيميلاريتي الثالثه اللي هي الديناميك سيميلاريتي. الديناميك سيميلاريتي اللي هي الفورسز بقى، انا عايز اعمل تشابه في الفورسز بتاعه البروتوتايب مع الموديل، لازم يكون في تشابه بين الاثنين. فالانيرشيا فورس، الانيرشيا فورس اف اي، جرافيتي فورس اف جي، فيسكاس فورس اف تاو، بريشر فورس اف تي، والاستيك فورس اف اي، وسيرفيس تنشن فورس اف سيجما. ده اللي هي ممكن تكون اي فورس تكون موجوده بين الاصل وبين النموذج. المين هيدروليك نمبرز، يعني اتعملت ابحاث كتيره جدا ولقوا، يعني يمكن انتوا طبعا مش جديد عليكم، ان احنا في عندنا تو مين نمبرز مشهورين جدا، النمبر الاولاني اللي هو فراود نمبر، والنمبر الثاني اللي هو رينولدز نمبر. رينولدز نمبر وفراود نمبر دول اهم رقمين موجودين في الهيدروليكس. فراود نمبر وعشان ما يبقاش فيه روت وكده، فبنتكلم على فراود نمبر سكوير، عباره عن الانيرشيا فورس على الجرافيتي فورس. ده بيدينا في الاخر اف، بيدينا في سكوير على ال جي، ده الفراود نمبر. ورينولدز نمبر بيدينا في في ال على نيو، في في ال على نيو. يبقى انت عندك هنا هو فراود نمبر سكوير وعندك رينولدز نمبر. طيب امتى نستخدم الكرايتيريا بتاعت رينولدز نمبر وامتى نستخدم الكرايتيريا بتاعت فراود نمبر؟ بالنسبه لرينولدز نمبر كرايتيريا، ذا كرايتيريا از امبورتنت فور مودلز ساتش اس سبمارين، ايروبلين، فريكشن دراج فورس وبايبلاين. اي مشكله متعلقه بالسبمارين او الفريكشن او الدراج او البايبلاينز هنحلها بالسيميلاريتي بتاعت رينولدز نمبر. يعني ايه؟ يعني هنخلي رينولدز نمبر في الاصل هو رينولدز نمبر في الايه، في الموديل. يعني هخلي رينولدز نمبر في البروتوتايب ايكوال لرينولدز نمبر في الموديل. رينولدز نمبر في البروتوتايب يبقى في في ال على نيو، كل ده بالبي، وفي في ال على نيو بالام، يبقى ده للموديل. يبقى في الحالة دي عشان الاثنين دول يبقوا ايكوال، لما الاثنين دول يبقوا ايكوال يبقى الفي ار بتساوي ايه؟ يبقى الفي ار بتساوي ال، الفي ار بتساوي نيو ار على ال، لان ده هيساوي واحد، يعني الريشيو هيساوي واحد. يعني الريشيو الفي بي في ال بي على نيو بي دي بتساوي دي، يعني الريشيو بتاعهم يساوي واحد. يعني معنى كده ان الفي ار بتساوي نيو ار على ال ار. ده معناه ان انا بعمل سيميلاريتي بين اصل بروتوتايب وموديل، وخدت المعيار بتاعي ان رينولدز نمبر في الاصل يساوي رينولدز نمبر في الموديل. ويبقى الرينولدز نمبر بي على رينولدز نمبر ام بيساوي 1، وده معناه انه الفي ار بتساوي نيو ار على ال ار. في ار على في ار بتساوي نيو ار على ال ار، ده كونديشن بشتغل عليه لما يكون عندي فيه بروتوتايب وموديل الاثنين عايز اخليهم سيميلر مع بعضهم، وتكون المشكله دي متعلقه بالسبمارين او الايروبلين او الفريكشن دراج او البايبلاينز. اي مشكله فيها حاجه من الحاجات دي يبقى هختار رينولدز نمبر هو الايه الكرايتيريا بتاعتي. وطالما اخترت رينولدز نمبر يبقى الفي ار بتساوي نيو ار على ال ار. طيب نيو ار هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الريشيو بتاعت الكايناماتيك فيسكوستي، والال ار اللي هو السكيل ريشيو.
ناخد بالنا لو انا بتكلم على ليكويد في الاصل وفي النموذج الاثنين ذا سيم، يبقى نيو ار هنا بتساوي كام؟ 1. ناخد بالنا ان النيو ار هي عباره عن كاينماتيك فيسكوسيتي للبروتوتايب على كاينماتيك فيسكوسيتي للنموذج. لو انا بستخدم نفس الليكويد في الاصل وفي الموديل، يبقى النيو ار بتساوي 1. فدي برضو ممكن حاجة يعني نقدر ان احنا يعني تقدر تقول عليها ان هي conclusion مهم. لو انا استخدمت نفس الليكويد النيو ار بتساوي 1. طب تعالوا نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده بيقول ايه؟ A model of submarine of scale 1:10. ادي على طول اهو حاجة مهمة given اللي هي ال ار بتساوي 10. It is to be tested in a tank containing salt water. هنعمل تيست في تانك فيه salt water. If the submarine moves at 20 kilometers per hour, at what velocity should be the velocity of the tank? لو حصل ان السبمارين دي اللي هي فيها تانك فيه salt water، السبمارين دي بتتحرك بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، السرعة بتاعت التانك هتكون قد ايه؟ يعني احنا بنعمل ان هو محاكاة ما بين سبمارين، هنعمل الكلام دوت في المعمل بتانك في سولت ووتر. فالمحاكاة هنا هتكون شكلها ايه؟ زي ما انتم شايفين، اول حاجة هنا قالها لي ان ال LR بتساوي 10. طيب انا لما اجي احل بروبلم زي دي هقول ايه؟ انا دلوقتي بعمل محاكاه لاصل ونموذج، والمشكله هنا متعلقه بساب مارين. يبقى ايه المعيار بتاعي؟ المعيار بتاعي هنا ان رينولدز نمبر في الاصل يساوي رينولدز نمبر في النموذج، يعني الار ان بتساوي 1، يعني الفي ار بتساوي او ممكن تقول انه رينولدز نمبر تساوي 1. دي لازم تبقى تقولها على طول، او الفي ار ال ار على النيو ار بتساوي 1. صح كده برضو، يعني دي كده معناها انه رينولدز نمبر في الاصل تساوي رينولدز نمبر في النموذج. ويبقى برضو ممكن تقول ان الفي ار بتساوي نيو ار على ال ار. Same liquid in prototype and the model means same kinematic viscosity، يعني نيو ار بتساوي 1، يعني الفي ار بتساوي ال ار ماينس 1. اهي في ار اهي نيو ار بواحد على ال ار، يعني الفي ار بتساوي ال ار ماينس 1. دي معناها ايه؟ دي بتدي لك ريشيو بين السرعه اللي بيتحرك بيها البروتوتايب على السرعه اللي بيتحرك بيها النموذج. فدي معناها انه السرعه بتاعه البروتوتايب على السرعه بتاعه النموذج بتساوي مقلوب ال LR. يبقى من هنا اقدر اجيب ايه؟ ادي ال VR بتساوي 1:10 اهو من دي، لان ال LR ب 10. يبقى ال VP على ال VM بتساوي 1:10، وانا عندي ال VP ب 20 كيلومتر في الساعة، يبقى 20 في 10. يبقى انا كده معنى كده ان انا هخلي التانك يتحرك بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. لو طلب منك تدرو سكتش، هترسم سكتش هنا هو بالشكل ده، ده البروتوتايب وده الموديل. ادي بروبلم. طيب الكرايتيريا الثانية المهمة هنا، لو أنا هشتغل على موديل متعلق بالجرافيتي أو متعلق بفري سيرفيس أو متعلق بحركة فلو في ريفر أو في أوبن تشانل، this criteria is important اللي هي فراود نمبر كرايتيريا. This criteria is important for models such as free liquid surface where gravity، دي هنا عايزة تتصلح، gravity inertia and pressure force are significant.
لو حصل ان احنا مثلا بنتكلم على اوبن شانل او دام او سبيل واي او ويف، كل المودلز دي عشان اعملها ممكن اخلي الكريتيريا بتاعتي فراود نمبر. فراود نمبر معناها ان انا هخلي الاصل والنموذج الاثنين ذا سيم فراود نمبر، يبقى فراود نمبر طبعا او فراود نمبر سكوير، يبقى معناها ان في سكوير على جي ال بتساوي في سكوير على جي ال. ده بالنسبه للبروتوتايب وده بالنسبه للموديل، الاثنين متساويين. وطبعا اي حاجه بي على الام معناها ار، يبقى في الحاله دي الفي ار سكوير على جي ار على ال ار ايكوال تو 1، يعني الفي ار سكوير ايكوال جي ار ال ار. دي الكرايتيريا اللي انا هشتغل عليها دلوقتي. لو انا شغال على نفس الكوكب يبقى معنى كده ان عجله الجاذبيه ده سيم، يبقى الجي ار بتساوي كام؟ بتساوي 1. لو انا شغال على نفس الكوكب ونفس عجله الجاذبيه يبقى الجي ار بتساوي 1. يبقى ان ذيس كيس الفي ار بتساوي الفي ار سكوير بتساوي ال ار، او الفي ار بتساوي روت ال ار. طيب تعالوا نشوف السولف بروبلم دي. السولف بروبلم دي بيقول ايه؟ اسبيل واي موديل اوف سكيل 1 ل 20، يعني ال ار بتساوي 20. is to be is to be built in a flume of 0.5 meter wide. الفلوم دي عرضها نص متر. The prototype is 12 meter high and the maximum expected head is 1.5. ناخد بالنا دايما من الداتا اللي هي related للبروتوتايب والداتا اللي related للموديل، وبعدين نشوف ايه ال requirement. فهو بيتكلم هنا الفلوم، الفلوم دي اللي هي النموذج بتاع التشان، وده بيبقى في المعمل نص متر. يبقى الفلوم هنا عرضها نص متر، هي نص متر عرض الفلوم، وده كده الموديل اهو. دي الفلوم اللي هي النموذج بتاع الفلوم، وده اللي هو الوير، وهو قايل هنا اهو السكيل 1 ل 20، يعني ال ار بتساوي 20، وقايل ان البروتوتايب 12 متر هاي. 12 متر هاي اهو ارتفاع الاصل، والماكسيمم اكسبكتد هيد 1.5 متر اهو. 1.5 متر ده كل ده في الايه، في الوير بتاع البروتوتايب. والفلو اوفر ذا موديل، ذا فلو اوفر ذا موديل، الفلو اوفر ذا موديل 100 لتر في الثانيه. يبقى الموديل شغال بفلو 100 لتر في الثانية. The dissipated energy in the model through hydraulic jump is 0.2 horsepower. ده في الموديل. ايه ال requirement بقى؟ أول حاجة the model height and the head acting on it. يعني إذا كان هنا عندي ده هنا 1.5، أنا عايز ده هنا كام؟ ال H بتاعت الموديل هنا كام؟ وبعدين ده فلو، انا عايز طبعا الموديل هايت اللي هو مناظر لل 12. ال 12 دي في البروتوتايب يناظرها كام في الموديل اتش ام؟ والواحد ونص في البروتوتايب هيد اوف ووتر يناظرها كام اتش ام سمول؟ ده فلو اوف ذا بروتوتايب، عايز اعرف الفلو هنا كام في البروتوتايب، لان الفلو في البروتوتايب مش معروف، لكن الفلو في الموديل 100. واخر حاجه the energy dissipated in the prototype، وعايز سكتش. السكتش هنا طبعا بسيط جدا، وهبدا بقى ان انا اعمل سولفنج. اول حاجه في السوليوشن ان انا هقول انه الكرايتيريا بتاعت الكرايتيريا بتاعت رينولدز نمبر هنا مش هتكون هي الدقيقه، الكرايتيريا بتاعت فراود نمبر هنا هتكون ادق. ليه؟ لان ده فلو ريليتد للاوبن تشانل. يبقى معنى كده ان انا هنا هختار الكرايتيريا بتاعت فراود نمبر، او فراود نمبر ايكوال تو 1، فراود نمبر ار اللي هو الريشيو، يعني الفي ار سكوير ايكوال تو ال ار. وطبعا هنا انا افترضت انه عجله الجاذبيه ذا سيم وشلتها، جي ار بتساوي 1، يبقى في ار سكوير بتساوي ال ار، او الفي ار
بتساوي ال r باور نص. وممكن قوي دي تكون هي بدايه، لان انا اعرف الريشيو بتاعت الكيو. اذا كانت الفي ار بتساوي ال ار باور نص، طيب الكيو ار بتساوي ايه؟ ما هي الكيو بتساوي الفي في الاريا، الفي اللي هي في ار والاي اللي هي اي ار، لان دي كيو ار. الفي ار اللي هي ال ار باور نص، والاي اللي هي ال ار باور 2. يبقى اذا الكيو ار بتساوي ايه؟ بتساوي ال ار باور 2.5. واضحه دي؟ دي على طول ممكن احسب منها الايه؟ الفلو بتاعت البروتوتايب. الفلو بتاع البروتوتايب احسبه مباشره من هذه الايكويشن. ليه؟ لان انا عندي الفلو بتاع الموديل 100 لتر في السكند. يبقى الفلو بتاع البروتوتايب قد ايه؟ اقدر احسبه من هذه الايكويشن، ويطلع الفلو بتاع البروتوتايب هو 178.88 متر كيوب بير سكند. ده أول مطلوب. طبعا أي مطلوب له علاقة باللينف، أي مطلوب له علاقة باللينف ده سهل جدا. ليه؟ لأن أنا عندي ال L R بتساوي 20. يبقى ال 12 دي، ال 12 دي في البروتوتايب يناظرها كام في الموديل؟ 12 على 20. أدي اتش ام. طيب الواحد ونص دي يناظرها كام في الموديل؟ واحد ونص على 20 يديني 0.075 متر. فدي طبعا اسهل حاجه ممكن حساباتها، لان دي على طول مرتبطه بالريشيو بتاع السكيل. اما حاجات اللي مرتبطه بالفيلوسيتي والكيو دي، لازم هنا يكون لها الاول الكريتيريا اللي هي هتشغلك. هل انت هتشتغل بالكريتيريا بتاعت رينولدز ولا الكريتيريا بتاعت فراود نمبر؟ الكريتيريا بتاعت رينولدز معناها ان انت بتتكلم على حاجه فيها فريكشن، حاجه فيها سبمارين، حاجه فيها بريشر. اما الحاجه اللي فيها اوبن تشانل وفيها جرافيتي، فراود نمبر هيكون هو الكريتيريا بتاعتك. فبعد كده انت طبعا ممكن بعد ما حسبت الكيو الباور هنا هو عباره عن جاما في كيو في اتش. فاي حاجه فيها ار يبقى معناها ريشيو. فانت عندك الجاما ار هتبقى ب1، والكيو ار هي ال ار باور 2 على 2.5، والاتش ار اللي هي ال ار. يعني معنى كده ان الباور هيكون ال ار باور 3.5. فدي تقدر تحسب منها الباور اللي هو طالبه في الانرجي ديسيبيتد، الانرجي ديسيبيتد او الباور. فالنوعيه دي من المسائل هي مهمه جدا، ان احنا ازاي نعمل سيميلاريتي بين الاصل وبين النموذج، ونحقق في السيميلاريتي دي complete condition بين الأصل وبين النموذج. دي كده كانت آخر حاجة النهاردة في المحاضرة، أو ده آخر شابتر في الهيدروليكس. ويبقى كده احنا خلصنا الكورس بتاع الهيدروليكس، الحمد لله على خير. يعني إن شاء الله هنحاول كده نشوف لو في إمكانية إن أنا نعمل لكم ريفيجن سريع، ونشوف ايه الايكويشنز. في بعض منكم بيشتكي من الايكويشنز. هي الايكويشنز الحقيقه كتيره شويه، لكن في حاجات بتكون اساسيه، ومعظم المسائل بتتحل بيها، وفي حاجات بتتبنى عليها. ففي بعض ايكويشنز طويله شويه، لكن ممكن بندي الايكويشنز الطويله دي في الامتحان. يعني اي ايكويشنز بتكون صعبه شويه بنديها في الامتحان، لكن احنا ما بنسمحش بداتا شيت في الامتحان. يعني في المساله نفسها ممكن، او ممكن في الامتحان في اوله بندي المعادلات اللي هي ممكن تستعمل. شكرا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل ان شاء الله 2000
21 أفضل من 2020، وإن شاء الله كل المآسي وكل المشاكل اللي حصلت في 2020 ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يزيحها عننا، وتكون 2021 أفضل. وطبعا يعني مش عايز أقول لكم خلي بالكم على نفسكم، وخلي بالكم الاحتياطات بتاعتكم لازم تكون كاملة، وربنا إن شاء الله يسترها مع الجميع ويحمي الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.